إزاي الحكومة تزود قيمة دعم السلع التموينية من كام يوم وفي المقابل وزير التموين يقول إننا هنرفع الأسعار؟ طيب فلوس الزيادة الجديدة دي هتروح فين؟ وهل الحكومة ناوية تزود حصة المواطن من الدعم لأكتر من 50 جنيه علشان يتحمل رفع أسعار السلع التموينية؟ وهل دي هتبقى آخر زيادة؟ ولا إحنا لسه في أول الطريق؟ أنا مريم مجدي ويلا بينا نعرف إيه اللي هيحصل الفترة الجاية تقريباً. 63 مليون مصري بيصرفوا تموين كل شهر، علشان كده ناس كتير قلقانة من تصريحات وزير التموين علي المصلحي عن زيادة أسعار السلع التموينية الفترة اللي جاية، وبيسألوا هل زيادة أسعار السلع معناها زيادة حصة المواطن في الدعم؟ قولاً واحداً الإجابة لا، كل فرد على بطاقة التموين ليه 50 جنيه وهيفضلوا زي ما هم، لا هيزيدوا ولا هيقلوا، وده اللي أكده وزير التموين لموقع مصراوي. وطبعاً أنت دلوقتي بتسأل نفسك إزاي؟ مش المفروض الحكومة من كام يوم أعلنت عن زيادة موازنة دعم السلع التموينية في السنة الجديدة؟ أيوة يا سيدي، ده اللي حصل فعلاً. ووزير المالية قال إن الزيادة هتبقى بنسبة 42% تقريباً علشان يوصل دعم السلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه، وده في السنة الجديدة مقارنة ب 90 مليار جنيه حالياً. فلو الزيادة دي ما نزلتش ليك على بطاقة التموين هتروح فين؟ سؤال مهم وإجابته كشفها مصدر مطلع بوزارة التموين لموقع جريدة أخبار اليوم، واللي قاله كان مفاجأة. الزيادات في قيمة الدعم هتتصرف على سداد قيمة فروق الأسعار اللي حصلت في السلع التموينية والقمح بعد ارتفاع أسعارهم عالمياً. وخلي بالك إن مصر بتستورد 95% من الزيت، وكمان الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي الموسم ده ل 1500 جنيه للأرنب، ده غير الاستيراد كمان من كميات الأرز لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. وطبعاً كل ده زود التكلفة على الحكومة، علشان كده غالباً التموين هتستخدم الزيادة الجديدة علشان تقدر تضخ نفس كميات السلع الأساسية في السوق. والحقيقة أن وزير التموين حسم الجدل ده كله لما قالها صريحة، حق المواطن في الدعم هو 50 جنيه مش الزيت أو السكر أو الرز، يعني ببساطة أنت ليك 50 جنيه دعم عند الحكومة من حقك تاخدهم وتشتري بيهم اللي أنت عايزه حسب احتياجاتك، وده نقلاً عن موقع مصراوي. وبكده يفضل سؤال مهم، طب ايه تفاصيل زيادة أسعار السلع التموينية؟ حسب الوزير التموين بتدرس رفع أربع سلع أساسية هي الرز والسكر والزيت والجبنة، فهل فعلاً الرز هيبقى بـ20 جنيه للكيلو؟ ده هيبقى سعر الرز الهندي اللي استوردته الحكومة وهتنزله في منافذها، لكن لغاية دلوقتي مفيش معلومة مؤكدة عن أسعار الرز المصري الموجودة على بطاقة التموين. أما بقى لو بتسأل ليه الحكومة هترفع أسعار السلع التموينية في التوقيت ده بالذات، فكلمة السر هي سعر التكلفة. وحسب الوزير فالفرق الكبير بين سعر التكلفة وسعر بيع السلع التموينية خلى الناس تطمع فيها وتمنع وصولها للمستحقين، وهو بنفسه سمع أكتر من شكوى إن مفيش زيت ولا رز ولا سكر بيوصل للناس، عشان كده رفع أسعار السلع التموينية ضروري جداً وهيكون تدريجي على أكتر من مرة، وبكده يضمن إن السلعة هتوصل للي يستحقها. فهل ده معناه إن وزارة التموين هترفع أسعار السلع التموينية علشان تبقى بنفس سعر السوق أو حتى قريب من مستوياتها، وبكده تضمن إن محدش يمنع وصولها للمواطنين؟ الأيام اللي جاية هتكشف إجابة السؤال ده، بس انتوا كمان شاركونا بتوقعاتكم وقولوا لنا رأيكم ايه، هل شايفين رفع الأسعار حل مناسب طالما هيوفر السلعة وتقدروا تشتروها؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات وقولوا لنا في ايه سلعة ناقصة من عندكم الأيام دي.